ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا من مصادر مطلعة أن تلميذين لقيا مصرعهما اليوم الجمعة فاتح فبراير بسبب انهيار سرع مدرسة عبد الكريم الخطابي التي توجد بدوار ريافة بفاس جراء الرياح القوية التي تعرفها المنطقة. ونسبة إلى ذات المصادر فإن الحادث استرفر السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني التي حلت على وجه السرعة بعين المكان، في حين تم نقل جثتي الضحيتين إلى قسم مستودع الأموات التابع للمستشفى الجامعي بالعاصمة العلمية. وجدير بالذكر أن المصادر أكدت أنه سبق لجمعيات المجتمع المدني أن نبهت إلى أن صور المؤسسة المذكورة يشكل خطورة على التلاميذ، حيث وجهت مراسلات في الموضوع إلى المسؤولين مشيرة إلى أن الصور يعاني من تشققات تسببت في سقوطه ما أدى إلى وفاة تلميذين. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.